مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وحقيقة مقتل شابة على يد سائق تريبورتور. هذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة حسب البلاغ اللي خرجت به المديرية العامة للأمن الوطني، بحيث تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله إعلاميا يتضمن معطيات حول تعرض سيدة لجريمة قتل بعد اختطافها وتعريضها لاعتداء جنسي من قبل عصابة إجرامية بمنطقة الهرويين بمدينة الدار البيضاء. مباشرات بشأنه بحث أظهر أن الأمر كيتعلق بقضية كتعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، وكانت مصالح الأمن الوطني توصلت بتاريخ 11 غشت الجاري بإشعار حول العثور على الضحية بفضاء خلاء بمنطقة مولاي رشيد وهي في حالة صحية حرجة جراء تعرضها لاعتداء جسدي مقرون بالاغتصاب، بحيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث وفتها المنية جراء الإصابات اللي تعرضت لها، وتمكنت الأبحاث والتحريات الفورية اللي بشرتها عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، بحيث تبين من خلال البحث الأولي أنه عمل على نقل الضحية باستعمال القوة إلى مسرح الجريمة باستعمال دراجة ثلاثية العجلات قبل أن يعرضها لاعتداء سبب في وفاتها، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه في الحراسة النظرية عن إشارة البحث اللي كتجريه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، خصوصا فيما يتعلق بالكشف عن حقيقة تورط مشتبه فيهم آخرين في ارتكابها. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، للأسف الشديد أكيد تابعتوا معنا مقتل الشابة الأم اللي عندها جوج البنيتات على يد سائق تريبورتور، واللي للأسف الشديد وفاتها المنية بعد تعرضها للاعتداء الجسدي والاغتصاب من طرف عصابة إجرامية. أولا برافو لرجال الحموشي، برافو أنهم قدروا يلقيوا القبض على المشتبه فيه الرئيسي في العملية الإجرامية اللي قاموا بها. كنقدموا أحر التعازي للعائلة ديال هاد الشابة، والله يصبر ميمتها، والله يكون بوليداتها. شابة أم عندها 27 سنة تعرضت لعملية قتل بشعة مقرونة بالاغتصاب على يد سائق تريبورتور بمنطقة الهرويين، ساكنة ديال الحي، وأيضا سائقي التريبورتورات اللي كانوا كيعرفوه خدامين معاه كيطالبوا ليه بأقصى العقوبات، كاين فيهم اللي طالب ليه بالإعدام. الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها ضيقات القبور. مرة أخرى ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت كعادتها بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله إعلاميا كيتضمن معطيات حول تعرض سيدة لجريمة قتل بعد اختطافها وتعريضها لاعتداء جنسي من قبل عصابة إجرامية بمنطقة الهرويين بمدينة الدار البيضاء. وحسب المعطيات اللي خرج بها البلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حمل الضحية بالقوة إلى مكان الجريمة وتم اغتصابها وقتلها بطريقة بشعة. للأسف الشديد هذه هي تفاصيل الجريمة اللي تابعتها قناة شوف تيفي، واللي تكلمنا فيها مع الأم ومع الخالة ومع الجيران، وأيضا مشينا لعند السائقي ديال التريبورتورات اللي كانوا في المكان اللي ركبت منه الشابة لبنى، الله يرحمها ويوسع عليها ضيقات القبور. أكيد هذا المجرم ماشي غير هو، هما عصابة إجرامية، أكيد رجال الشرطة غاديين يشدوا جميع العصابة اللي كنطلبوا منهم وكنتمناو لهم أقصى العقوبات. الله يصبر العائلة ديالها والله يصبر أهلها. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.